أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم المهندس فؤاد الشهاب، المدير العام لليوبارد إنجينيرينج جنرال كونتراكتينج. مهندس فؤاد، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. أهلا وسهلا فيكم. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا فيكم. مهندس فؤاد الشهاب، سوري الجنسية، مستثمر، خلينا نحكي جديد في البلد من 2019 تقريبا، مقيم هون من 2017. تمام. طبعا نشاطي في السعودية الأساس من 2008 تقريبا. تقريبا جلت أغلب الدول الخليجية، اشتغلت في قطر بال 2007 ما شاء الله، تقريبا سنة ونص، وبعدين انتقلت للسعودية اشتغلت فيها اشتغلت وما زلت شغال فيها تقريبا حتى الآن في مجال الطرق والبنية التحتية. دخلت الإمارات زائر بال 2010، وتقريبا كنت بترد عليها كل سنة بشكل سنوي تقريبا، بشوف الاستثمارات اللي فيها والنشاط والنجاح العمران اللي فيها اللي بيخصني طبعا كمهندس. 2017 أخذت إقامة فري زون دبي، 2019 اشتريت الليوبارد الهندسية طبعا مؤسسة 2005. تمام. جددنا نشاطها وغيرنا اسمها من الفيصل للمقاولات العامة لليوبارد الهندسية. تمام. كادرنا تقريبا متميز ومختلف عن اغلب شركات المقاولات الصغيره، انها كادر كله هندسي تقريبا، احنا خمس مهندسين ما شاء الله، بالمقابل ثلاث فورمانيه. تمام. مجالنا هو التنفيذ فقط، مبدئيا عملنا فقط مع بنك ابو ظبي الاول لقروض الاسكان. في المجمل تقريبا يعني صرنا يمكن في هالبلد ثلاث سنوات، ما يعادل تقريبا اول سنه هي 2019 كان سنه البدايه تاسيس، يعني ما كان فيها النشاط القوي. 2020 سبحان الله اجت كورونا فتوقفنا شوي تقريبا، يعني سنه كامله يمكن يدوب اخذنا فيها مشروع. 2021 كان لنا نصيب جيد في البلد، ما يعادل سبع مشاريع، مشاريعنا السنة 10 مشاريع ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يطرح لكم البركة طبعا. الله يبارك فيك إن شاء الله. مهندس فؤاد، وإن شاء الله من نجاح وتقدم إلى آخر. الله يبارك فيك. حابين نعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في ليوبارد. نحن بالمجمل نسعى أن نكون شركة رائدة هندسية بحتة قبل كل شيء، نتميز عن السوق العام في ظل التطور اللي عم بيصير، بحيث إنه ما يكون عبارة عن الشركة عبارة عن مالك وفورمان او نجار وحداد، لا، الشركه عباره عن مدير مهندس كادر هندسي بالتنفيذ والتخطيط، من دراسه الكميات وحصرها، من التسعير، من متابعه الاعمال في المواقع، حتى اداره متابعه الاعمال بديرها كمان مهندس، يعني بدير المهندسين مهندس مدير مشاريع. ما شاء الله 56 سنه خبره في هالبلد، ما يعادل 20 سنه. فالعمل في المجمل الحمد لله يعني خلينا نقول على اعلى مستوى، جيد يعني جدا واكثر ان شاء الله، جيد جدا واكثر ان شاء الله، الامور طيبه الحمد لله. يعني كادر هندسي كامل. احنا متميزين عن غيرنا. هلا انا اصدقائي هون فاتحين شغل وشغالين، يعني في المجمل بتحصل في الشركه مهندس مهندسين مثلا، نعم، بضل فورمانيه 7 8 فورمانيه 10 فورمانيه. ميزتنا عن الشركات الاخرى انها كادرها هندسي، حتى حساب الكميات مهندس، يعني في بعض الشركات اللي بحسب كميات عبارة عن محاسب أو فورمان أو حتى مثلا حاسب كميات مع معهد هندسي. صحيح. لكن احنا اللي بحسب كميات مهندس. صحيح. متخصص طبعا. طبعا مهندس فؤاد، في ظل المنافسة الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا في مدينة العين في مجال الهندسة وشركات المقاولات، حابين نعرف المميز عندك عن باقي منافسينك في السوق. هلا المميز عندنا بالمجمل في مستوى الشركات الصغيره والمتوسطه انه احنا كادرنا هندسي. اغلب تقريبا الشركات بيكون فيها عباره عن مثلا مدير مشاريع ومهندس يحسب كميات بيتابع بعض الامور الصغيره مثلا. نحن عباره عن خمس مهندسين تنفيذيين في المواقع، عدا عن انا كمدير كصاحب شركه مدير فيها كمان مهندس. فنحن تقريبا كادرنا الهندسي اكبر من كادرنا خلينا نقول الصف الموجود في المواقع. هاي ميزه بتميزنا عن المواقع. الميزه الاخرى انه احنا تقريبا يعني شغالين بروفيشنال، يعني بيبرز. هذا الامر طبعا تعلمته من بدايه حياتي، اشتغلت انا كيو سي انجينير في برج الوقود في قطر، فبيهمني الورق بصراحه اكثر ما بيهمني الكلام الشفهي او التليفونات المراسلات اللي هي شفهيه عن طريق الفون.
فتقريبا أغلب معاملاتنا كان مع الملاك أو مع الاستشاريين عن طريق المراسلات الرسمية، إن كان الإيميل أو كان اللترز المرسول عن طريق الفاكس. هاي ميزة بصراحة، صار ميزتين تقريبا، كادر هندسي والورقيات. طبعا احنا معنا 3 ايزو، تمام. كمان هذا شيء مكتسب قديم، احنا حاولنا نطور فيه العمل، في العمل المؤسساتي يكون تقريبا منظم مرتب. فايلز احنا كله تقريبا ما فيش عندنا اي مراسله صغيره او كبيره الا فايلز، حتى لو اعطيك واتساب نطبعها بنصورها نحطها بملفاتها، باي وقت نقدر نرجع لها وبنارشفها تقريبا بشكل سنوي. تقريبا عندنا كل سنه في عندنا ارشيف. ما شاء الله. اتوقع انه اغلب الشركات الصغيره والمتوسطه ما بتهتم بهالشيء، خلاص مشروع انتهى، خلص، سكرناه، قفلناه، سلام عليكم. خلص. ما عاد لو صار لو لا سمح الله اي مساله بيوم من الايام حيكون موضوع بصراحه يعني كثير صعب، مش ما حتقدر تلاقي اي بيانات عنه. بالفعل. اي هي الامور تميزت. طبعا عنوان للتميز اتمنى لكم دائما طبعا النجاح والتوفيق. حابين ايضا انه نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتك. والله نحن تقريبا بداية 2022 بسبب أننا مقيم وشغال في السعودية لكن تحت اسم كفيل، فحبينا نفتح فرع على ليوبارد في السعودية، والحمد لله قدمنا على السجل. ممكن خلال الفترة الوجيزة نحصل على السجل، هي فرع لمؤسسة إماراتية في السعودية. هذا شيء بيميز بصراحة السعودية كبيئة كبيرة للعمل، لكن موضوع الاستثمار فيها شوي صعب. نحن أخذنا من البلد منهم تسهيلات اللي قدموا لنا إياها بصراحة، والشيء ساعدنا أنه ننقل رؤية إماراتية لداخل السعودية والاستثمار السعودي. عسى أنه ننجح إن شاء الله في هالخطوة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله يا رب. طبعا أتمنى لكم دائم التميز والنجاح في الإمارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة. الأمن والأمان على أعلى المستوى، الحمد لله. إذا ما كانت الأمن في العالم، حاب نعرف كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمر من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ممكن يأثر أيضا على استقرار السوق؟ بصراحة أنا اشتغلت تقريبا في أغلب الدول الخليجية، واشتغلت في الأردن واشتغلت في سوريا. كبيئة استثمار يعني صراحة الإمارات هي بلد رائدة في هالمجال، ورائدة في استقطاب المستثمرين. أنا اشتغلت في قطر في 2008، يعني ما حسيت انه في بيئه استقطاب لي كمستثمر او كمهندس اني بيوم من الايام بالمستقبل اني استثمر فيها في ظل ظروف القوانين الدوله. داخل السعوديه تقريبا انا مقيم داخل السعوديه 15 سنه، حاولت اني استثمر او اشتغل، فكانت التعقيدات بصراحه جدا صعبه، ما احسنت. كانت سهله جدا في الامارات، تسهيلات على كافه الاصعده. صحيح. يعني بصراحه بالامارات انا ما حسيت حالي بيوم من الايام وافد، يعني مثل ما بيحكوا لنا بالسعوديه انت اجنبي مثلا، ابدا ما حسيت بهالنقطه هاي. معاملتنا معامله المواطن داخل كل الدوائر الحكوميه بتحسن، تفوت على اي دائره حكوميه. بالسعوديه بصراحه ما كان ممنوع منعا باتا كاجنبي يفوت على بنك يراجع باسم شركه، او يروح على جوازات يراجع باسم شركه، او يروح على عمل عمال يراجع باسم شركه. هذا شيء ميزه جدا 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 رائعه في الامارات بصراحه. أكيد. ريحتنا كثير وساعدتنا، وبصراحه يعني تسهيلاتها حتى عن طريق البنوك بصراحه جدا ممتازه، يعني مساعدين بكل، ان كان قروض ان كان عمل، وما اختلفنا بالتعامل عن اي مواطن او عن اي شركه حتى قديمه. يعني قبلنا ب 15 ولا 20 سنه فتت على سوق العمل مثل اي شركه، واشتغلت والحمد لله عم نسلم، وبالعكس كله بيساعدنا كمبتدئين في الدولة هنا، كله بيساعدنا انه تفضل واهلا وسهلا وخلص. صحيح. بصراحة كبيئة استثمار هي افضل بلد اني قابلتها بالاستثمار. تقريبا اشتغلت في الاردن في 2004 وبسوريا اشتغلت في 2006 2007 2007 و8 اشتغلت في قطر، 2009 لليوم في السعوديه. طبعا السعوديه والبحرين يعني متجاورات تقريبا نفس القوانين، ومن 2019 انا في الامارات هون. فكبيئه استثمار افضل دوله بصراحه عربيه، ما بعرف اذا تكون كمان عالميه، يمكن هي السعوديه، يمكن في تقارير تثبت انه السعوديه الامارات هي افضل دوله في الاستثمار واستقطاب المستثمرين. اكيد وتقدم تسهيلات. اكيد طبعا. طبعا مهندس فؤاد، جميع هاي الأمن والأمان والاستقرار والتسهيلات الحكومية جاءت بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. حابين أيضا نوجه رسالة شكر لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات من منبر برنامج رواد الأعمال ومن شركة ليوبارد. بصراحة شكر موصول
للشيخ زايد الله يرحمه، المهندس الأول، يمكن صورته حتى في البطاقية الهندسية موجودة، تمام. وجميع شيوخ الإمارات، الشيخ خليفة الله يرحمه، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، مهندسين مبدعين بقيادتهم الحكيمة الرشيدة، بنوا الدولة بصراحة بناء عظيم جدا وحضارة عمرانية نفتخر فيها نحن كمهندسين على مستوى الوطن العربي، وهم فخر لأنه بصراحة، وهم قادة لأنه بصراحة، ونحن نمتثل بصراحة لقيادتهم الحكيمة والرشيدة، وبصراحة نتمنى النجاح يظل مستمر وتظلها الإمارات بلد العربي الرائد في المجال الهندسي وكل مجالات التكنولوجيا والتطور والقيادة. نشكر الجميع ونشكركم، والله يجزاكم خير ومئة أهلا وسهلا فيك. طبعا في نهاية حلقتنا حابين نشكرك أولا على ظهورك معنا اليوم. قبل ما ننهي وقبل ما نختم حلقتنا لليوم، حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل لليوبارد. ليوبارد شركة قائمة في مدينة العين، شارع العام، شارع زايد بن سلطان، مبنى بنك صادرات إيران، ميزان الأول، مكتب رقم 1. كوسيلة تواصل جوال موجود تقريبا معكم، والإيميل ممكن نرسلكم إياه تقريبا الليلة. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى مهندس فؤاد. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز مهندس فؤاد. تابعونا كل جمعة والسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. أهلا وسهلا.